توفى ليلة امبارح الملحن والمنتج الموسيقي اللبناني جان صليبا بأحد مستشفيات بيروت بعد صراع مع فيروس كورونا. وانصاب جان بهالفيروس من أسابيع وتم نقله على المستشفى لتلقي العلاج، وساءت حالته خلال الأيام الماضية وحطوله جهاز للتنفس. وشكل رحيل جون صدمة كبيرة بالوسط الفني، فنعي عدد كبير من الفنانين والإعلاميين يلي عبروا عن حزنهم الكبير، ومنهم إليسا، أمل حجازي، نوال الزغبي، عامر زيان، ديانا كرازون، لطيفة، هيفا وهبي، سيرين عبد النور، نانسي عجرم، يارا، نصيف زيتون، نجوى كرم وغيرهم. ساهم جان صليبا بشهرة ونجومية عدد كبير من الفنانين والفنانات، وأطلق إليسا وأمل حجازي وميليسا، وأثار الجدل بالألحان يلي قدمها بشكل إيجابي لأنها كانت مختلفة عن غيرها، وحقق من خلالها نجاحات كبيرة، فتعاون مع نجوم كتار، وساهم بالديو يلي جمع راغب علامة وإليسا بغنية بتغيب بتروح، وإليسا وكريس دوبرغ بليبانيز نايت، وأمل حجازي وفوديل بعينك وغيرهم. وأكيد رح تبقى كل أعماله الحلوة تذكرنا فيه حتى لو غاب عنا بالجسد. نشر الممثل السعودي مهند الحمدي صورة إله مع حبيبته هن ولبسين خواتم الخطوبة، وأعلن ارتباطهم رسميا وعلق الحمد لله. وكشف مهند اسم خطيبته ليتم التأكيد على هويتها، وهي مدونة الموضة اللبنانية فرح مراد يلي عرفها الجمهور بمشاركتها ببرنامج بيوتي ماتش. نشرت الفنانة اللبنانية مريم فارس أول صورة واضحة لمولودها الجديد ديف لتكشف عن ملامح وجهه بعد أسابيع قليلة من ولادته. وكانت مريم أخفت حملة لتسعة أشهر قبل ما تعلن ولادة ابنها الثاني، ويشكل هالخبر صدمة على الجمهور يلي ما كان متوقع هالمفاجأة الحلوة. بمعلومات خاصة لموقع الفن عرفنا أنه الممثل السوري القدير دوريد لحام رح يمثل دور بطولة المسلسل كارازون من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج محمد وقاف. العمل إنساني بحت رح يتم تصويره بدمشق، بتدور أحداثه بإطار من التشويق في لغز بيتعلق بانفجار مرفق بيروت والأزمة الاقتصادية يلي صارت. صدمت الممثلة اللبنانية المقيمة بالسعودية دارين البايض متابعينا من بعد ما أعلنت أنها قررت تشلح الحجاب يلي لبسته لمدة 10 سنين تقريبا، وكشفت سبب قرارها وقالت اضطرت أسلك هالطريق لظروف وخوفا من الناس وتأنيب الضمير، وقالت أنها عم تظهر مع أصحابها بالحجاب، ونشرت أول صورة إلها من بعد هالتغيير يلي عملته. طمنت الفنانة الجزائرية كنزة مرسي للجمهور على صحتها بعد تعرضها لحادث سير مع عائلتها، ونشرت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة كتبت عليها لكل يلي خافوا علي وسألوا عني وعن موضوع الحادث، الخبر صحيح بس حابة أطمنكم أني بخير وكل عائلتي بصحة منيحة الحمد لله.